هذه الفتاة العربية هي أفضل مذيعة في البرازيل، وهذا عربي آخر كان رئيس دولتها، وهذه عربية أخرى هي من أنجح المغنيات، وهذا عربي كان الأغنى في العالم. وهؤلاء قائمة لا تنتهي من عرب نجح في السياسة والاقتصاد والفن والرياضة، أثبتوا أن الجينات العربية قادرة على كتابة قصص النجاح. عرب ليس كل العرب الذين اعتدنا عليهم، عرب يعيشون في عالمنا المعاصر ولا نعلم عنهم الكثير، على الرغم من أنهم قدموا الكثير. هاجروا خلسة وفي ظلام الليل، ووصلوا بلادا بعيدة لم يكونوا يعلمون عنها شيء، ثم سطع نورهم في كل مكان. ستيب نيوز تفتح لك ملف عرب أمريكا اللاتينية لتحكي لك كل ما تريد معرفته عنهم. مواسم الهجرة إلى البعيد. يسجل التاريخ الطويل الذي جمع العرب بالقارة الأمريكية الجنوبية تحديداً عدة مواسم للهجرة العربية إلى تلك الأراضي البعيدة، وأولى هذه المواسم كانت في أعقاب سقوط الأندلس، حين عمد الإسبان المنتصرون على ترحيل العرب المتبقين قسرياً للعمل في مستعمراتهم الجديدة أو التي كانت جديدة في القارتين التي أطلق عليهم الأمريكية. لكن ذات التاريخ تذكر بعض مصادر منه أن العرب سبق لهم وأن عرفوا أمريكا الجنوبية تحديدا وقبل الإسبان أنفسهم، حتى قبل كولومبوس المكتشف للقارة الجديدة. لكن وعلى الرغم من ذلك لا تعتبر هذه هي البدايات الفعلية لتواجد العرب في قارة من بات يطلق عليهم الأمريكيون. فالبداية الحقيقية كانت مع موسم النزوح الكبير من بلاد الشام إبان حكم بنو عثمان، وتحديداً في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، حين بدأت الدولة العثمانية بالانحدار ورفعت منسوب الاستبداد والتضييق على العرب في مستعمراتها، فامتلأت أعواد المشانق وعمت المجاعات، وأضيف عليها سياسات التتريك والأخذ عسكر أو التجنيد الإجباري وغير ذلك الكثير من ممارسات الأتراك التي دفعت كثيرا من العرب للهرب والنزوح إلى البعيد أو المجهول. وليست هذه وحدها دوافع الهرب، فأحيانا المناوشات الطائفية بين طائفة وأخرى كانت تدفع البعض للهجرة، وتحديدا من الساحل السوري الذي بات يعرف حالياً بلبنان، كما حصل في الحروب الكثيرة بين الدروز والمسيحيين. ويضاف على هذه الأسباب الدوافع الاقتصادية والبحث عن الفرص الجديدة، كل ذلك أسفر عن هجرة من سواحل بلاد الشام إلى القارة الأمريكية. قدرت أعداد من هاجروا فيها بأزيد من نصف مليون إنسان ما بين العامي 1876 و1914، وكانت هذه أكبر موجة هجرة من بلاد العرب في تلك الفترة. لكنها لم تكن الأخيرة على أراضي الأمريكيين، فقد تبعتها موجة أخرى عقب احتلال فلسطين العام 1948، كانت من الأراضي الفلسطينية تحديدا، ثم موجة أخرى من لبنان أعقاب الحرب الأهلية التي بدأت منتصف سبعينيات القرن الماضي، لتكون هذه المواسم من الهجرة هي من صنعت الوجود العربي في القارة الأمريكية الجنوبية والوسطى على الأخص. وذلك لأن القارة الشمالية في تلك الفترة ممثلة بالولايات المتحدة وكندا كانت قد بدأت بالتشديد على إجراءات الوصول إليها، وكانت تركز أكثر على القادمين من أوروبا، كما كانت خارجة من حرب أهلية فيما بين ولاياتها وحرب أخرى خاضتها ضد إسبانيا. فأصبحت البلاد اللاتينية هي الوجهة ومقصد أبناء العرب.
العرب قادمون يا أمريكا. وصل العرب إلى القارتين الجنوبية والوسطى الأمريكيتين، أو أمريكا اللاتينية بحكم التسمية الشائعة، ذلك أن جل القارتين الوسطى والجنوبية يتحدث أهلها الإسبانية، وفي أجزاء أخرى البرتغالية، وكلا اللغتين يعتبران من اللغات الأقرب للاتينية. وبمناسبة الحديث عن اللغة، كانت هذه واحدة من أكبر العقبات والتحديات أمام المهاجرين العرب الذين صادفوا لغة لم يكن حتى قد سمعوا أحدا يتحدث بها. لكنها لم تكن العقبة الوحيدة، فحيث قبل أن كانت تطأ أقدامهم الأراضي الجديدة، كانوا قد عانوا طويلا في الرحلة الطويلة التي كانوا يبدأونها من أحد موانئ بلاد الشام، وغالبا كان ميناء بيروت، ثم إلى الإسكندرية حتى ميناؤها الشهير، ثم إلى أحد الموانئ الأوروبية في مارسيليا الفرنسية أو جنوة الإيطالية، ثم إلى البعيد البعيد عبر البحر المتوسط ثم المحيط الأطلسي، وصولا إلى موانئ البرازيل في الغالب. رحلة كانت تشهد مآس كثيرة، من استغلال المنظمين إلى انتشار الأمراض والتعرض للسرقة والاحتيال، وأحيانا الموت غرقا أو في عرض البحر، ليصل العرب هناك مثقلين بالتعب ومحملين بكثير من الآمال، وليجدوا بوجههم كثيرا من الصعوبات، والتي كما سبق وذكرنا كانت اللغة على رأسها. ثم مسألة الثقافة والعادات، فحتى مسيحيو العرب المهاجرين كانت ثقافة سكان أمريكا اللاتينية في ذلك الوقت بعيدة كل البعد عن الثقافة التي اعتادوا عليها، حتى أن غالبية المسيحيين العرب كانوا من الطائفة الأرثوذكسية، في حين غالبية السكان اللاتين كانوا كاثوليك. وليست هذه فقط العقبات، فقد استتبع ذلك مسألة التقبل من أهل القارة للعرب، فحتى ذلك التوقيت كانت صورة العربي لدى اللاتينيين مقتصرة على تلك التي يعرفونها عن الأتراك بحكم أنهم يحكمون أرض العرب، فأطلق على العرب الأوائل في القارة الأمريكية لفظ تيركو، وهذا مصطلح يراد به الإساءة، وهو يعني التركي الفاسد. لكن لم يكن للعرب هناك أي خيار، فقد كان عليهم الاندماج والبدء بالانخراط بالحياة الجديدة لتثبيت أنفسهم في القارة الجديدة، وبالفعل كان لهم ما أرادوا على الرغم من ارتفاع الثمن، حيث كان عليهم التخلي عن لغتهم الأم، وفي أحيان أخرى كان عليهم حتى التخلي عن دينهم أو طائفتهم. فعديد المسيحيين الأرثوذكس تحولوا للكاثوليكية، وعديد المسلمين تحولوا للمسيحية، كما حصل مع الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم الذي تحول من الإسلام للكاثوليكية، وهذا الأمر لم يكن ترفا، بل كانوا مجبرين عليه لتسهيل انخراطهم في المجتمعات الجديدة كليا عليهم. فهم في العقود الأولى لوصولهم لأرض اللاتين كانوا يعانون نظرات عنصرية، حتى أن حربا اندلعت ضدهم جنوب البرازيل خمسينيات القرن الماضي عرفت بحرب المشط، حين رفض أحد أصحاب المتاجر إعطاء شرطي إيصالا بمشط اشتراه وكان صاحب المحل من أصول عربية، ما أدى لحرق وتدمير 120 محلا عربي في مدينة كورتيبا جنوب البرازيل. وليست الثقافة واللغة والدين وصعوبات الهجرة وحدها التحديات، فالعمل أيضا وفرصه خلق تحد كبير أمام الجاليات العربية التي كان عليها بداية أن تتجه للعمل الحر. فالأراضي الزراعية كانت مملوكة بالإقطاع، كما كان من الاستحالة عليهم بالبداية الانخراط بالعمل الحكومي، فراحوا يمتهنون التجارة التي بدأوها كباعة متجولين، وأبرز تجارتهم كانت بالأقمشة. لكن هذا الحال وهذه الصعوبات لن تدوم طويلا، والتاريخ شهد بذلك. ملوك القارة الجديدة. من بين قرابة 500 مليون يسكنون أمريكا اللاتينية، قرابة 40 مليون منهم هم من أصول عربية، 15 مليون في البرازيل وحدها، و6 ملايين في الأرجنتين، ومليون في فنزويلا، وقرابة 600 ألف في تشيلي. منهم فقط 500 ألف من الأصول الفلسطينية،
وهو ما يمثل أكبر تجمع للفلسطينيين في البلاد الأجنبية بحسب وزارة الخارجية الفلسطينية. هؤلاء وغيرهم من العرب المتواجدين على طول القارة وعرضها لم يكونوا فقط مجرد أرقام، بل شكل اسم منهم قصة نجاح كان على رأسها كسر الصورة النمطية عن عدم قدرة العرب على الاندماج. فالجالية العربية في ديار اللاتينيين لم تثبت فقط قدرتهم على الانخراط في مجتمعات جديدة، بل أثبتوا أيضا أنهم قادرين على قيادتها وحكمها. وهذا ليس من باب المدح والمبالغة بالإطراء، بل هي حقائق وأمر واقع. ففي شتى الميادين سجل بنو العرب حضورا لافتا جعلهم على رأس القائمة، من السياسة للاقتصاد للفن وصولا للرياضة، حتى باتوا حقا ملوك القارة الجديدة. ويكفي ذكر أن نصف اقتصاد بلد كتشيلي مثلا هو ملك لأفراد من أصول عربية، كما أن في مدينة كساو باولو البرازيلية وحدها شارعين كبيرين يكونان قلب المدينة التجاري، هم بالكامل ملك للجالية العربية. وأيضا كبرى سلاسل محلات البيع بالتجزئة في المدن الكبيرة بأمريكا اللاتينية مثل هافانا وسان خوسيه وماناغوا هي ملك لتجار من أصول عربية. وسياسيا لا يقل نجاح العرب عن ذلك الذي حققوه بالاقتصاد، ففي بلد كالبرازيل مثلا لا يقل تمثيل العرب في مجلس الشيوخ عن 15% وفي مجلس النواب عن 20%، كما يمتلك العرب في العاصمة البرازيلية قناة تلفزيونية خاصة بهم ووكالة أنباء، وهم فاعلون أيضا في الأحزاب والنقابات والاتحادات وحتى في الثورات. ويكفي القول إن 11 رئيسا حكم دولا في أمريكا اللاتينية هم من أصول عربية. وفي الفن والثقافة أيضا ببساطة يمكنك ملاحظة حضور العرب هناك، فعديد الأدباء لمعت أسماءهم وتمكنوا من تعريف العالم بالأدب العربي في البلاد اللاتينية، كما لمعت للعرب أسماء عدة في عالم الفن والسينما والغناء والمسرح وحتى الرياضة، وهو ما مكنهم لاحقا من إعادة إحياء ثقافتهم والعودة للجذور بعد أن كانوا مجبرين على التخلي عنها. والآن ببساطة تستطيع لمح حضور قضية العرب الأولى، أي القضية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية. ففي تشيلي مثلا نادي كبير وعريق وأحرز بطولة الدوري أكثر من مرة يحمل اسم فلسطين، وهو ديبورتيفو بالستينو، كما أن عديد الأحزاب هناك ترفع شعار عدالة القضية الفلسطينية. وعلى صعيد آخر تمكن العرب من تثبيت ثقافتهم هناك وإعادة إحيائها بفضل الجمعيات الثقافية والنوادي الاجتماعية، وأعادوا توصيل الروابط فيما بينهم وتوثيقها حتى كونوا شبكة من 150 جمعية منتشرة في أمريكا اللاتينية مرتبطة فيما بينها، ما جعل من العرب حقا رقما صعبا في الأراضي الجديدة. نجوم في كل الميادين. كثيرة هي الأسماء اللامعة في القارة اللاتينية والتي تعود أصولها لبلاد العرب وفي شتى ومختلف الميادين، وقد يصعب ذكرها جميعها، لكن سنقدم لكم أبرزها. والبداية من عالم السياسة، حيث كما سبق وذكرنا أن 11 رئيسا من أصول عربية حكموا دولا في الأراضي اللاتينية، أشهرهم كارلوس منعم من أصل سوري حكم الأرجنتين ما بين العامين 1989 و 1999، أنطونيو سقا فلسطيني الأصل حكم السلفادور ما بين العامي 2004 و 2009، ميشيل تامر من أصول لبنانية حكم البرازيل من العام 2016 حتى العام 2019، خوليو تيودورو سالم لبناني الأصل حكم الإكوادور لثلاثة أيام فقط العام 1944، عبد الله بوكرم رئيس عربي آخر للإكوادور من أصول لبنانية تولى السلطة لأربعة شهور فقط العام 1996، جميل معوض ثالث رئيس من أصول عربية يصل لسدة الحكم في الإكوادور، وهو أيضا من أصول لبنانية
ومكث في الحكم عامين كاملين. خوليو سيزار ترابيا إيالا من أصول لبنانية أيضا، حكم كولومبيا ما بين العامين 1978 و1982. ماريو عبدو بينيتيز أيضا من أصل لبناني، وصل للحكم في باراغواي العام 2018، ويعرف بالرئيس الذي تكرهه إسرائيل، حيث أمر بإعادة سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب. نجيب بوكيلي أو نجيب بوكلية من أصول فلسطينية، وصل لحكم السلفادور العام 2019. هذه الأسماء كانت الأشهر في عالم السياسة، وفي عالم الاقتصاد لا تقل ثقل الأسماء العربية عن نظيرتها السياسية، وعلى رأس القائمة كارلوس سليم، أغنى رجل في العالم عام 2013 بثروة ناهزت 73 مليار دولار، وهو مكسيكي من أصول لبنانية. سلفادور سعيد أغنى رجل في تشيلي بثروة وصلت ل 38 مليار دولار، وهو من أصول فلسطينية. ألفارو أسيه أو الصايغ رابع أغنى رجل في تشيلي، وهو أيضا من أصل فلسطيني. ألبرتو قسيس رجل أعمال من أصل فلسطيني أيضا، ويعرف بملك النقانق في تشيلي، حيث يسيطر وحده على نصف سوق اللحمة هناك. ميغيل فاكوسا أو فاكوسا من أصول فلسطينية أيضا، كان أثرى رجل في هندوراس، وفي ذات البلد أيضا يبرز مواطنه ذو الأصول الفلسطينية هو الآخر فريدي ناصر، الذي يسيطر على سوق البترول وحده، والقائمة بها أسماء أخرى وفي كل مكان. وكما السياسة والاقتصاد لمع نجوم عرب في عالم الفن، كنجمة هوليود المكسيكية ومن أصول لبنانية سلمى حايك، وكذلك المغنية العالمية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية أيضا شاكيرا مبارك. كما في عالم الإعلام برز اسم صابرينا ساتو رحال من أصول سورية كأحد أنجح مقدمات البرامج في البرازيل، والكثير الكثير من الأسماء التي لمعت في سماء القارة الأمريكية اللاتينية بشقيها الجنوبي والوسطى، أسماء أثبتت أن العرب قادرون وحاضرون.